أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة من بيت العيلة بنستضيف أسرة مصرية، بنتعرف على أفرادها، بنشاركهم أفكارهم، وبنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. الحوار ممتد، المجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتشارك في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية في حلقة جديدة مع بيت العيلة. معانا النهاردة أسرة الأستاذ الكاتب والمؤلف المسرحي نجدي عبد الله. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. ومعانا البنات إيمان، مش كده؟ أهلا بيك يا إيمان. مريم. ومريم، أهلا بيك يا مريم. يا ريت تعرفوا أنتوا بقى نفسكم، تدرسوا فين؟ أنا في كلية تجارة جامعة القاهرة، دلوقتي في سنة ثالثة، وان شاء الله ناويه اتخصص اداره ان شاء الله. ودلوقتي في موديل اسمه موديل، ده نشاط المفروض طلابي، المفروض في اكتر من جامعه. تمام. بيقدم 5 كوميدي كوميتي للطلبه. مهم قوي النشاط الطلابي، طبعا مهم لاي طالب، لاي طالب ده بيبني شخصيته في مجاله المهني، السي في بتاعه هو ده يعني رقم واحد في الكارير بتاعه يعني. وده اول حاجه بتتكتب في السي في. بالظبط، مش كده؟ عشان كده مهم جدا. تمام. بالنسبه لك انت بقى لسه هتروحي ثانويه عامه، فلسه خالص في البدايه يعني. يعني البنات عارفه ان هم ورثوا عنك المحاولات في الكتابه، لكن يمكن التخصص في الدراسه، او انت قلت لي انا افضل ان هم يركزوا في الدراسه دلوقتي، ده اتجاهك. ده بالظبط، ان دلوقتي ده تفوق الدراسي اختيارهم هم يعني. وده بالنسبه ليهم افضل، لان داخلين في الدراسه بتاعتهم تخصص مختلف عن الهوايه. تمام. يعني انا مثلا لما اكتشفت هواياتي الادبيه والفنيه في الثانويه العامه مثلا، مش قبلها، لان قبلها كان بطبيعه اي طفل واي شاب الرياضه، كوره، تجديف، رياضه، كاراتيه، الحاجات اللي هي رياضه. انما لما تحولت الشخصيه فجاه كده لنهم واكتشاف لعالم جديد في القراءة وفي الفن والسينما والمسرح. يعني انت كان بدأت في الثانوية العامة اكتشاف نفسك كمؤلف وكاتب والأدب وكل ده في مرحلة الثانوية العامة. في مرحلة الثانوية العامة، فلما جيت دخلت اخترت بقى كلية دار العلوم اللي أنا حسيت إنها رقم واحد. أنا شرقاوي أصلا. أيوه. يا أهلا وسهلا، الشرقية أجدع ناس. فهتجيبني العاصمة، مش هتبقى يعني كليه مش موجوده في الزقازيق. أيوة. ده اختيار اجباري للاسره. تمام. والحاجه الثانيه انها دراسه في الفلسفه والادب والفن، وده اللي هو ماشي مع الموهبه اللي شغاله معايا دلوقتي. فانا ما عنديش اي انفصال ان انا امارس هوايتي اثناء الدراسه. وبالتالي فعلا عملنا يعني مرحله التوهج في الابداع بتاعتنا كتاليف واخراج وانشطه جامعيه داخليه. كانت في الجامعه على فكره الجيل ده كله. مرحله الجامعه في الجيل ده انتجت فنانين لغايه دلوقتي اسماء وموجودين. كان المسرح الجامعه ده طلع لنا مجموعه من فنانين كتيره جدا. احنا وقتها يعني سواء الكليه كان فيها مسرح او يعني ستيج يعني خشبه مسرح او ما فيهاش، احنا كنا بنخلق اي غرفه نعمل فيها بروفات لحد ما نوصل ل ما بقاش ده موجود للاسف. ده من التغييرات يعني اللي حصلت عندنا في حاجة. احنا في كان عندنا وعي مبكر ب ب ب ب بحركه تغيرات المجتمع الفكريه يعني، انت واخد بالك، والسياسيه. كان فيه اهتمام بالمواهب. وده يعني احنا لما دخلنا الجامعه مثلا كان من المدرسه بيبقى فيه اهتمام بالموهبه. بالظبط. وتشجيع حتى على المستوى الشخصي بين المدرسه والمدرسين وبين الطلبه. لا، ده لما دخلنا في التربيه والتعليم او في المدرسه والاهتمام بالانشطه، ده احنا هنقول ان احنا تراجعنا كتير جدا. احنا رقم واحد غرفه الموسيقى كانت موجوده في ايامنا رغم ان احنا كنا في الاقاليم. غرفه المعمل بكامل مجهز ان انت في حصه العلوم تدخلي وتعملي تجارب معمليه. طب انا عايز ارجع ليه التقهقر اللي حصل، ليه التراجع اللي حصل ده؟ انا عايزه اناقشه معاك لانك انت عاصرت ده. وعاصرت غير ده والتراجع في من خلال بناتك. تمام. طبعا. واللي بيحصل. لكن انا عايزه الاول، عندي سؤال انا بحب ابدا بيه.
تأخرت المرة دي، هو العيلة بقى دي وتكوينها جه ازاي، البداية، التعارف بالأم، تمام. البداية خالص بقى. لا، هي الأم أخت صديق وزميل في الجامعة، وتعرفنا بعض وتقربنا من الأسرة، وجت عندي رغبة إن أنا خلاص بكرة لازم أتجوز يعني. ده كده على طول؟ يعني ده إعجاب بقى شديد، حب من أول مش نظرة عشانها طيب؟ هي كمان، ده علشان خاطر أنا زي ما تقولي إيه، بقالي ادي 4 سنين جامعه على 3 سنين، وخلصت مثلا دراسات العليا، كان دبلوم مسرح دراسات عليا معمول في اداب القاهره. واذكر يعني الزميل هنا بيسالني ايه علاقتك بالمعهد العالي في المسرحيه، كنا عاملين حاجه اسمها المعهد التذوق الفني اللي هو اسمه معهد النقد العالي دلوقتي، واحنا كنا مشتركين فيه، وكان في استاذنا الله يرحمه الاستاذ الدكتور فخري قسطنطي بيدرس فيه، يعني مخرج اجيال من الاكاديميه كتير جدا، وهو رئيس قسم انجليش في اداب القاهره. فعرف ان انا من جامعه القاهره، وقعدنا اتكلمنا مع بعض، قال لي افضل لك للمستقبل جامعه القاهره، هتاخد من هنا دكتوراه مش مضمون تشتغل فيه، والمستقبل ما انتش عارفه قوي، تعالى اسمك خريج دار اخلي اسمك خريج جامعه القاهره، دكتوراه من جامعه القاهره، هتقدر تشتغل في اي جامعه في مصر، واطلعني على مواد الدراسات. وهم نفس الاساتذه بتوع الاكاديميه، كان الاستاذ الدكتور سناء شافع وقتها عميد المعهد هو اللي بيديني الاخراج، والدكتور ابراهيم سكر الله يرحمه بيدينا النقد، والدكتور يعني نفس اساتذه نفس المجموعه، مدرسه نفس تانية المجموعه لوحدها. هنا هي اللي هنا، وبس مش نظام يعني فصل يعني، لكن نظام بالظبط كانك بتعملي ماجستير مثلا مع اساتذه، بس كل استاذ منفصل. اي فاعتبر انا الطالب الاوحد اللي واخد هذه الدبلومه في مصر، لان انا والتلميذ طالبه، وبعد كده قفلوا للاسف حظك المعهد. يعني ان انت لحقت. بالظبط كده، بالظبط كده، وخدناه بشكل كويس الحمد لله. وافادتك في اعمالك بعد افادتنا كده طبعا بكتير جدا، لان احنا زي ما تقولي بصي مجموعة من الناس اللي هي دارسة صح ومؤمنة باللي دارساه، وموهبة حقيقية، أساتذة من كلية، من جامعة عين شمس، من الأكاديمية الفنون، الدكتور عبد المعطي الشعراوي الله يرحمه قسم كلاسيك، الدكتور كلهم أحمد أساتذة شمس الدين كبار يعني. الحجاجي في آداب في قسم اللغة العربية، الدكتور فخري قسطنطي، والدكتورة فاطمة من قسم اللغة الإنجليزية، وقسم اللغة الإنجليزية وقتها كان مع الدكتور محمد عناني، والدكتورة سناء شافع، يعني أنت واخد الدكتورة قصدي سناء. مش مشكلة الأسماء كلها إن إحنا نذكرها يعني، المهم أساتذة كبار أساتذة كلهم. كلهم كبار في كل الأقسام، هم اللي كانوا ماسكين أيوة. الانسان ده علشان ودي بتفرق جدا جدا، يربوه وده ما بقاش موجود مسرحيا، دلوقتي. فكل واحد واخد بس انت باله. ما ردتش عليك بقيه القصه على فكره، ما اللي هو عرفتهاش قصه التعارف، خلص قصه ان التعارف. انت قلت لي اخت صديق ليا ووقفنا بالظبط. عند كده، يعني وقلت تاني يوم عايزه انا لا اتجوزها، اللي انا عايز ما اوصلها فهمتش ده، ليه انا تاني عايش يوم. لوحدي فتره الدراسه دي كلها، وزي ما تقولي ايه، لا لازم يبقى في البيت، بدل ما يبقى داخل على السكن في حد من الاصدقاء والمشاركه الشباب يعني، لا انا عايز يبقى في خصوصيه، لان انا داخل على مرحله ماجستير، وعايز يبقى ايه الجو هادي شويه، وفي سكن اجتماعي ليا. يعني انت مرحله، اتجوزت عشان انت محتاج في لا المرحله دي ده السكن. رقم، ده رقم اللي خلاني اقول طب يلا يلا بقى نبص. فبصيت لقيت صديقي عنده اخت مناسبه، كلمته قال لي يلا. جواز عقلاني يعني، جواز عقلاني، في وكنت نوع من محتاجه في المشاعر، الوقت في ده. نوع من البرد، ولان الجواز اصله مش عقلاني خالص، مفيش حاجه اسمها عقلاني، اي حاجه لازم تبقى واخداك كلك، يعني العقل في جزء والقلب في جزء والواقع في جزء تاني، وكوننا الدنيا وجوزنا. مش عارفه، كنت محتاجه قوي انها تكون موجوده عشان اسالها سؤال. يعني العلاقه الزوجيه والمعاشره مع مؤلف يعني مسرحي وكاتب واديب وليه الجو بتاعه، حاجه سهله ولا بالعكس انا هقول لك، حاجه انا صعبه حليت. انا يعني، حليت. يعني بتضيف للجواز انا ولا هي حليت. مشكله في انا طريقه؟ حليت. المبدع فعلا متقلب المزاج ومتقلب المود، وباسباب ومن غير اسباب، من غير اسباب بالنسبه للاخرين، لكن بالنسبه له هو جواه براكين بتتحرك،
بتطفو وبتهدى هو الواحد ممكن يتغير انفعالاته. انا حليتها الحقيقه حل اجباري اضطراري زي ما قلت لحضرتك، لما اتجوزت وخلفت خلاص يعني كل شيء في الدنيا يبقى رقم اتنين بعد ابني. فبالتالي انا ممكن اجي على نفسي سواء في عمليه الابداع سواء في الشغل سواء في تغيير يعني ايمان ومريم هم كانوا نقطه تحول عندك. ان كان قبليهم عبد الله واسلام ومحمد ما شاء الله كروز فاميلي زي ما بيقولوا يعني أي بيك فاميلي. بيك فاميلي كروز فاميلي ده المانيا طيب احنا كان لازم نذكرهم حول. يعني اسلام وهم ما جوش النهارده كان يعني كنا نتمنى يبقوا معانا يعني رجاله منفصلين كده يعني اسلام صاحب اسره دلوقتي متزوج وعنده نجد الصغير وخريج هو ومحمد خريج قبطان بحرية. طب انا عموما مش قادره اسال الزوجه عن سؤال ازاي الجواز مع حد اديب وكاتب ومتقلب زي ما انت بتقول ومودي لكن ممكن اسال البنات. تمام عادي التعامل مع بابا سهل؟ هو سهل جدا بس احلى حاجه في بابا صاحبكم. بابا صاحبكم يعتبر صاحبكم جدا طبعا بصراحه جدا ده في اجماع هنا ايوه بس احلى حاجه في بابا ان هو عنده رؤيه. انا بحس بكده بيشوف حاجه بتحصل قبل ما تحصل بكام سنه. دي حاجه حلوه على حسب انت فعلا هتسمعي كلامه. عنده بعد نظر يمكن بالظبط وبتحصل بالظبط وخبره في الحياه انت هتسمعي كلامه هتاخدي حذرك هتوصلي اللي انت عايزاه. ما سمعتيش كلامه للاسف بقى طبعا. على فكره احنا عشان ولادنا او بناتنا في الجيل ده يعترف بكده ان احنا راينا صح وان انا لازم اسمع كلامه عشان هو رايه دايما هو اللي بيطلع يعني صح. تجربه دي مش سهل يعني انا بحييك على التربيه هنا لان ده بتحصل بعد سنين بعد ما بيكبروا. راي الاصدقاء يعني وانا بكتب في مقالات انت ليك كتاب على فكره يعني خليني اذكره للمشاهدين كتاب اسمه الاسره بين الادراك العاطفي والتوافق الحسي. فانت هنا خبره يعني بناتك لما الاقيهم مقتنعين بيك وبارائك كده اكيد مش من فراغ. انت عندك خبره. اختيار الفكره العامه للكتاب لقينا كل الناس بتتجوز بس كل الناس عندها مشاكل في الجواز. فبنقول الأساس الصح يعمل أسرة صح. التوافق النفسي ده والإدراك لما الاتنين يركزوا عليه شوية ويوفروا الاختيار الإنساني الحقيقي بين هو كرجل وبينها هي كأنثى زي ما بيقولوا كده في لغة الشباب الكيمياء يعني اللي اتفقوا بينهم والتوافق في الفكر والرؤية للحياة أفضل بكتير جدا من إن احنا نقعد على ترابيزة ونقعد نقول العفش شكله إيه والسكن هيبقى فين والمهر كام والشبكة قد إيه والحاجات دي كلها يعني لازم نركز ونصيحتك للجيل ده أو لبناتك إن ركزوا على الاختيار الرجل اللي طبعًا. بينك وبينه الكيمياء اللي بتذكرها حضرتك أو التوافق الرجل المناسب لأن كل ده متغير. هغير بيتي ممكن وأنا شاب هاخد شقة صغيرة لو أوضة وصالة وحمام ومطبخ لكن ممكن بعد شوية هطبقه مع بناتك يعني لو بناتك جالهم عريس كويس هي مقتنعة بيه عايزاه يا بابا أو أحبه يا بابا أو وهو مفيش اي امكانيات هل ده كلام فعلا واقعي انت هتطبقه مع بناتك؟ بص حضرتك الشباب اي شاب في الدنيا واي فتاة الشاب غني جدا اي شاب في الدنيا غني جدا 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 لو مش حيلته اي حاجة يكفي انه يملك المستقبل. ده رقم. هنرجع هل هو فعلا جدير يعني كإنسان بالإنسان؟ نحكم ازاي؟ هنا نحكم ازاي؟ هل تسأل عنه ولا نظرتك وخبرتك؟ من خلال تجاربي وخبرتي كراجل كبير واقدر اشوف واديها رؤيتي وهي لازم هتختار مش على الهوى يعني في اختيار الزواج بالذات مش هوى بس كده انه عجبني لسبب وفي 10 اسباب مش يعني اللي هم ممكن يهدوا اي اسره بكره الصبح. فهنا الاختيار هنا اختيار تكوين اسره هنا هو طيب. يملك مقومات الحفاظ على الأسرة
ولا لا؟ طب هنا خلينا بقى واقعيين، هنا عشان تحكم ما تقوليش من قعده او قعدتين، هنا لازم تكرار المقابلات والمعاشره، يبقى في نوع من انواع المعاشره في مواقف مختلفه. السؤال كمان، لان السؤال لان البيئه اللي هو خارج منها، الاسره، المجتمع، يعني الحياه اللي هو عاشها قبل كده بتساوي ارقام. فالسؤال عليه شيء مهم. ايوه يعني التقرب منه بمعرفه السي في مثلا او حركه حياته السابقه ومجتمعه ومحيطه. هنا سؤال مهم. مهم جدا. هنا بقى هتسمعي كلام بابا برضو زي ما انت مقتنعه. اكيد هسمع كلامه علشان هو عنده خبره في اسره اتكونت بمشاكلها قبل كده. فانا هبقى لسه واخده بقى حته شباب شويه، بس هو يبقى عنده خبره للمستقبل وعايز يعيشني حياه مع واحد يقدر يكمل حياه مستقبليه في المواقف الحلوه والوحشه. فاعتقد هسمع كلامه. وانت نفس الشيء، ده رايك يا ايمان؟ خصوصا انا فعلا مؤمنه ان بابا ليه رؤيه وبتتحقق فعلا، فانا لازم احترمها. الله عليكي. انا عارفه ايمان ان انت قبل دراستك في التجاره انت كان ليكي برضو اتجاه للادب، مش كده؟ بالظبط. ازاي؟ كنت كاتبه مقال صغير عن النقاب. عن النقاب. وكنت بكتب قصص قصيره وكنت برسم، كنت برسم كويس جدا. ليه ما حصلش تشجيع بقى هنا منك؟ حصل تشجيع. هي اختارت انها تركز وتخلص، لان هو الاختيار ده صح على فكره. انت عندنا هنا، هقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا مشكله في التعليم بشكل عام. فلما يبقى في كليه تجاره والكليات الانظاريه بشكل عام بتحتاج نوع من التركيز، وبالنسبه للكليات الثانيه غير تجاره يعني كمان الحفظ في بعض مناطق. انت شايف ان هو تعليم معتمد على التلقين والحفظ؟ بالظبط. وكمان الوقت بتاعه، كمان صغير جدا. يعني اذا كان الدكتور بيعمل ملزمه، او اذا كان بعض المساعدين للاساتذه بيعملوا كورسات عشان يدي دروس، فالمساله تحولت من جامعه، كلمه جامعه دي يعني بحث علمي. يعني انا اختار اللي انا في اطار العلم، اختار الزاويه اللي انا عايز اتناول بيها موضوعي، وابدا اعيش في مكتبتي اطول فتره ممكنه، واقرا بالطريقه اللي تناسب، واتناول منهج البحث بتاعي. ده ان ما كانش يبقى 100% لطالب الجامعه، يبقى على الاقل في جزء 50% من طالب الجامعه ده للبحث العلمي، للقراءه الحريه، للجزء بتاعي انا، لمساتي اللي اضحى وفكري اللي اضعه في البحث، وتوصيله والخروج بنتائج علميه محدوده على حسب وضعه العلمي اللي هو الجامعي العادي. على الاقل يبقى 50% من عمليه الدراسه، ولما يخرج من من البكالوريوس او الليسانس ده هيبقى 100% انه يعمل ماجستير ودكتوراه. هو اللي هيختار الماده العلميه، البحث العلمي يعني المنهج والموضوع اللي هيتناوله من العلم ده، وهو اللي هيشوف نتائجه، وهو اللي هيشوف هيقدم ايه لمجتمعه او للعلم نفسه. فاحنا للاسف لأن 99% مشكلة في أسلوب التعليم نفسه، كله عايز إعادة نظر، وقفة مش بس المناهج، لا طريقة التدريس في حاجة تانية. فإحنا طب لو بنتكلم عن خلينا صادقين، يبقى ناخد الشهادة ونشوف شغل. يبقى ناخد الشهادة ونشوف هنكمل فيها هي، ونشوف مواهبنا ونشوف هواياتنا ونحاول نشوف نفسنا بعد كده. طب لو بنتكلم عن حال العلم، وعارفين إن إحنا في مشكلة جامدة في المنظومة التعليمية كلها، فإحنا برضو عندنا مشكلة في الفن وفي المسرح. وهتكلم على المسرح عشان ده تخصصك. انا عارفه ان انت ليك اعمال مسرحيه تحولت بعضها لاعمال مسرحيه فعلا في الثمانينيات تقريبا، وليك كتب ايضا في مجال المسرح. تقييمك لحاله المسرح بقى عموما بانواع المختلفه، يعني سالت سؤال حلو قوي. هو اللي بيغير شكل اتجاه المجتمع، سواء بقى في التعليم احنا بنتكلم، سواء في الصحه احنا بنتكلم، سواء في حركه الحياه والمجتمع كله، في البيت نفسه اللي احنا بنتكلم في بيت العيله، اثر عليه في الجامعه، اثر عليه في حياتنا كلها. سالتيني سؤال، ايه سبب تغيير حياتنا من تاسيس سليم للمدرسه بالمعمل بغرفه الموسيقى بوجود المسرح
في كل كلية كان موجود، المسرح تمام موجود، بالفنون. الاختلاف في القعدة الحلوة في الأسرة ما بقتش موجودة، كل الناس بتشتكي منها. إيه سبب؟ هو أنا شايف إن يبدو إن إحنا كنا ضغطنا مرتين في وقت قريب جدا من بعضه، مرتين بمعنى مرتين ثورتين ولا تاريخيتين. على لا مر لا لا، التاريخ البعيد أكتر؟ احنا كشعب قبل ثورة 23 يوليو، اسمحي لي اقول كشعب، لان احنا كان قبل 23 يوليو كان في طبقية حقيقية مش هنقدر ننكرها، كان في ديمقراطية الاسياد، انما الشعب الحقيقي هو اللي في الحرام بتاع يوسف ادريس، هو اللي في في الافلام يوسف وهبي اللي كانت موجوده بتعبر عن قبل الثوره. الشعب الحقيقي هو اللي كان مطحون حقيقي، هو اللي كان في الوسيه، واخد بال حضرتك، اللي عمل منها المسلسل الأرض كمان، احمد عبد هل هو العزيز، عمل وهو اللي كان الارض بتاعت يوسف شاهين. يعني بجيب نماذج لحضرتك فنيه كده علشان المستمع يقدر ما يحسها، هي دي ما مرآة يرجعش للواقع للاربعينات، وقتها. مش كل الناس تقدر ترجع للاربعينات عشان تحسها. يعني لما جت 73 عملت انفراج للناس دي، حتى على حساب الناس التانية، سواء ناس متفقة باللي عمله عبد الناصر بالظبط، أو كان المفروض يعمل إيه تاني علشان ياخد بإيد الناس دي ويحط في كل قرية مدرسة، ويحط في كل قرية وحدة صحية، ويحط في كل قرية حنفية مية علشان الناس تشرب مية نظيفة، والناس تملك قوت يومها، ويعمل مصنع جنب المصنع، وياخد مصنع يديه للناس. ايه اللي حصل؟ واحنا عايزين نغير الشكل ده، ونغير الاستراتيجيه بشكل عام، من وضع ايد الدوله على الحاجات دي لفتحها للشعب، ما فيش مشكله. انما بعد فتره قصيره جدا، احنا ما تسيبناش 56، عدينا منها بعجوبه، بحاجه كده من عند ربنا يعني، لكن وقعنا حقيقي في 67. اثرت على كل الاحلام، عملت احباطات الدنيا يعني حضرتك كلها. شايف ان التغير في الاسره، في انا المجتمع، هقول لحضرتك في الفن، في كل بسرعه. بدا ب67؟ لا، او ما انا هقول لحضرتك الحاله اللي احنا عشناها بعد 67 لحد 73، اللي هو نرجع تاني يعني لضياع كل بعض المكتسبات اللي انا ذكرتها دلوقتي بادواتها الترفيهيه الكامله على كل المجالات الصحيه والتعليميه الاخيره، وفلوسنا كلها للسلاح المعركة. لما ربنا كرمنا في 73 وتحقق النصر، وعايزين نشم نفسنا، التوجه العام زي ما تقولي عمل نقلة، وانت بتحللي حركة المجتمع، مضادة فقدته نوع من التوازن والعقل، زي ما واحد جعان وبياكل جامد. لما قلنا نعمل انفتاح بقى اقتصادي ونفك المساله شويه، انفتحنا زياده. احنا كشعب المساله جايين خدت من مننا نكسه ومن حرب ومن بالظبط كده، ونظره اللي احنا علينا عشنا تماما، مرحله الضنك مره والثانيه قريبه منها بين 67 و73 والقلق، فاحنا عايزين نعيش مرحله الانبساط. فتوجه المجتمع الى الاهتمام بالماديات ومظاهر الحياه، هي دي اللي اثرت على حاجات كتيره جدا عندنا اللي احنا بنعاني منها. في بعض الناس بتلوم بقى على اللي احنا، وهل هو بقى دي حالتنا النهارده مستمره بقى من متاثره تداعيات بقى من وقتها بالظبط كده، من 78، من 77، لا، وفي ثورتين كمان. اذا كنا بنتكلم على تاثير الحروب على الوضع الاجتماعي والاسره، وبالتالي الفن والمسرح والفن بانواعه، يبقى اكيد الثورتين برضو اثروا وعملوا خلخله يعني تانية. هنركي موضوع الثورتين 25 يناير و30 يناير دول دلوقتي، لكن خلينا هنا هنتكلم ايه اللي حصل، لانه احنا بنتكلم في ده هو الاحداث التاريخيه اللي انا ذكرتها دي، هي فعلا اللي اثرت على التعليم، وهي فعلا اللي اثرت على الاسره يعني، او على الفن بقى. أيوة. واثرت على الفن. حضرتك لو بصيتي بس اذا كنا بنتكلم على ان الاسره تاثرت والفن تاثر والقيم الاجتماعيه والشعب ما بقاش زي الاول، فاحنا بنتكلم ان الخمس سنين الاخيره في تاثر كمان تاني، غير يعني غير حضرتك التاثر هو نفس اللي بالتدريج اللي هو حصل نفس من 67 يعني. بتاع موضوعنا النهارده اللي هو احداث تاريخيه تؤثر سلوكا
على سلبا او ايجابا على حركه المجتمع او على الحياه المجتمعيه للمجتمع المصري. طب الفنون بتتاثر في الاول يعني نتيجه الاحداث السياسيه عموما والاقتصاديه بالتالي الفنون بتتاثر ايه اول في اول التاثيرات يعني ردود الافعال عند الناس بتيجي على اقبالهم احساسهم بالفن بمختلف انواعه. الفن زي ما قالوا ده تاثير وتاثر يعني مؤثر وهي تاثر بيأثر وبتتاثري بيه. مرحلة تأثير الفن هو بيبقى في المرحلة السابقة للأحداث اللي ممكن تأثر في المجتمع فعلي بيسبق اللي هي الرؤية اللي بتقول عليها إيمان. تلاقي الفنانين أو المثقفين عامة، ليه دايما بنقول المثقفين؟ هو اللي مفروض ماسك الراية أو الراية دي بلاش الراية، ماسك الكشاف اللي بيضيء بيه للمجتمع. رقم واحد بيمسك كشاف يضيء بيه للإدارة اللي ماسكة المجتمع، بيقول خلي بالك في قدامك سكة جاية، خلي بالك أنا قريت يعني أنت من شايف واحد اتنين تلاتة تأثرنا بالفن وتأثرنا بيه يسبق أي حدث سياسي أو اقتصادي؟ بداية لابد أن يسبق يعني هو مش رد فعل؟ ما هو حضرتك الأول عملية تأثيره بيسبق. لو على قد إحنا ما خدنا منه بقى وأدركناه، واخد بال حضرتك، على قد ما إحنا بنستفيد منه. لو حصل اللي هو التحذيرات اللي هو بيقولها او بؤر النور اللي هو بيحطها في رؤيته او في تكوينه للمجتمع، او حصل شيء حتى خارج عن اراده المجتمع من بره او من او كده وتاثر به المجتمع، هيتاثر به الفن. طب انا عايز اتكلم عن المسرح بصفه خاصه ووضع المسرح، بس بعد الفاصل بدعو حضرتك لي وايمان ومريم مشاهدين ايضا نخرج لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا. طبعا لازم المسرح يكون موجود لان احنا اتعودنا عليه ونشأنا عليه وبيعلم اجيال، وما زلنا احنا بنتفرج على مسرح حديث وقديم يعني بيبقى شيق وكوميدي في نفس الوقت وبيقدم صوره كويسه. المسرح دايما بيكون اصعب من السينما. السينما دلوقتي في مونتاجه وفي حاجات بتتعمل، فممكن الممثل لو غلط في اللقطه تتذاع مره واثنين وبتاع او تتصور مره واثنين، لما المسرح بيبقى صعب انت التعامل مباشر مع الجمهور. فده سبب ان المسرح الفتره الاخيره كمان يعني مبقاش ليه العظمه بتاعت الفتره الاخيره. هو المسرح دلوقتي موجود يعني ما نقدرش نقول مش موجود، بس في يعني ايه بقى منحصر في نطاق واحد، يعني كل المسرحيات بقت كوميدي بس. ما ينفعش مسرحيه تطلع غير تقدم مثلا ايه الكوميدي. المسرح دلوقتي مش باين او مش زي الاول يعني، كنت زمان بتفرج على مسرحيات كويسه وهكذا كده وبتاع، دلوقتي مش باين حاجه خالص. يعني الاول كان في مسرحيات وكان في فرق كويسه وكان في مثلا اضواء المسرح فيه، لكن دلوقتي ما فيش حاجه ده كده. اولا انا ما بروحش مسارح، بس بتفرج على المسرحيات عن طريق النت او كده، تمام. بس هي محتاجه ترجع زي الاول، يعني الناس كانت الاول بتقعد قدام مسرحيه بتسمع تضحك ضحكه حلوه بترجع الضحكه اللي بتاعت زمان، نفسنا ترجع تاني. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه، بنستكمل حوارنا مع الكاتب والمؤلف المسرحي الاستاذ نجدي عبد الله. احنا عايزين نتكلم عن المسرح بصفه خاصه اللي هو تخصصك. نقول المسرح احنا عارفين ان في ازمه، بس ازاي نطلع منها؟ عايزين حلول، عايزين بقى شويه ايجابيه. يعني المسرح هو انا دايما ما بفصلش فكر الانسان في حركته بشكل عام، يعني مشكلته برضو في فكر المسرحيين رقم واحد، ثم في تقبل المجتمع لحركه المسرحيين، ودي صعبه جدا. نتكلم في المسرحيين، فكر المسرحيين النهارده مازال لم يخرج من اطار ما جاء به
الرواد العظماء اللي كان القصد عندهم ملء هذا الفراغ الإبداعي للإنسان المصري بدل ما يفضل موجود في الأراجوز وخيال الظل ومسرح السامر ومسرح الانتاج يعني الغلال. شايفه تقليد انت هو شايف لا لا هو عايز يقول له ان هناك لا مش تقليد مش تقليد انا بقول لحضرتك احنا عندنا فن عمل مسرحي فن مسرح شعبي اللي انا بقوله دلوقتي اللي هو في الاراجوز في المجتمع المصري في المجتمع المصري قبل حركه الرواد في الاربعينات والخمسينات كان موجود عملية مسرحية بيعبر بيها المجتمع المصري عن نفسه مسرح السامر اللي هو موجود في الأفراح وفي المناسبات وفي مواسم الحصاد مسرح خيال الظل وده كان موجود برضو ضمن أنواع من أنواع عملية المسرح في التجمع للناس مسرح الأرجوز وده كان زي مسرح الجوال كده يعني وكان عندنا المسرح الجوال أو المتجول قليل شوية بفكرة العرض المسرحي كانت قليلة شوية احنا تعرفنا على المسرح جابونا الرواد بتوعنا المهتمين بالمسرح من اوروبا المسرح الاوروبي الحديث اللي هو موجود بالستيج بتاعه اللي موجود دلوقتي المسرح بالخشب الايطالي بالادوات وبالدراما الاغريقيه القديمه الجميله وده شيء جميل جدا استفدنا منه كتير جدا وحاول اساتذتنا كلهم والناس اللي شالت مشعل الثقافه وتطوير الثقافه المصريه في المسرح وفي الرواية وفي الشعر إنها يستفيد منها المبدع المصري والمبدع العربي لتطوير فكره وأدواته الجيل الجديد لسه شايف ده لسه شايف إن المسرح هو الإطار ده بس ده مش بس يعني إحنا عندنا مثلا لو تذكري مسرحية الفرافير بتاعت يوسف إدريس يوسف إدريس في مسرحية الفرافير حاول يعمل حاجة جميلة جدا إنه يمزج ما بين المسرح الشعبي والمسرح المعاصر التقليدي اللي جه بيه سعد أردش وكرم طاوع من أوروبا وحبوا يعملوه في الطليعة كمسرح ستيج المتعارف عليه حب يعمل ده وعايز يقول ان انا اقدر اجيب مسرح من المسرح المصري القديم والمسرح الحديث ويبقى هو ده المسرح المصري المعاصر الجيل اللي موجود دلوقتي انا شايف ان هو مركز على اتجاه واحد بس في المسرح اللي هو مجموعه المسارح اللي هي خاصه بالدوله اللي هي ليها علاقه بالستيج المتعارف عليه حاليا الستيج المعاصر ده وفي موجود بمشاكله انتهت صيانه غير صيانه او بيعرضوا النصي بيروح فين وبيعملوا ايه هنا يعني انا سالتك العطاء قليل شويه قلت لي الفكره او المشكله الحقيقيه في الفكر في فكر طيب لا انا عايز اطور فكري بقى كراجل مسرحي كمهتم بمسرح كهاوي المسرح اطور فكري لحاجتين الحاجه الاولى انا كراجل مبدع انا احترم ابداعي في اي مكان مش لازم انا لو في قريه مبدع في قريه يعني ربنا ادى الموهبه دي وشباب في قريه مش لازم لو عملتها في القريه او في قصر الثقافه بتاع المركز او في مكان يعني في الاقاليم يبقى انا انسان درجه 10 ويوم انا اجي في التلفزيون وحد يشوفني او يتعرض لي حاجه في التلفزيون يبقى انا كده بقيت انسان درجه اولى فجاه لا انت انسان انسان وانت مبدع مبدع في اي مكان تحترم ابداعك وعلي انا كمتلقي في اي مكان احترمك واحترم ابداعك هنا هنقدر نعمل مسرح صح انما لما اقصر الشيء الصح او الناس اللي هي درجه اولى على التلفزيون او على مسرح الدوله بس وانا اشوف كمتلقي او اشوف كمبدع كمان للاسف يعني مالناش دعوه بالمتلقي انما انا كمبدع اشوف ان اللي بيشتغل في الثقافه الجماهيريه او اللي بيشتغل في النوادي او اللي بيشتغل حتى في القريه يجيب انا 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 واحد يعني انا واحد من الناس عملت كل مسرحية الاماكن اللي ذكرتها على الاماكن النائيه على او القريه كان الجرار اللي هو انصاف المبدعين يعني بالزبط. دول لا دول ليهم انصاف المبدعين لكن الاسماء الكبيره الابداع او هم ما بيحبوش يشتغلوا علشان ما يصنفوش على انهم اصناف مبدعين على ما يصنفوش ما ينظرش ليهم نظره يعني اقل دون الستار او دون المسرحي لا انا المفروض
موجود مجموعه من الهواه مسرحيه في قريه تشتغل في القريه بتاعتها بالعكس وتعمل حضرتك معايا ولا لا ان بالعكس القرى والاماكن النائيه والمحافظات هي اللي محتاجه الاهتمام لان لو هيجي لنا فكر متطرف لو هيجي لنا جهل لو هيجي لنا اي افكار بتاخرنا لورا وبتشدنا ودول بيمثلوا جزء كبير من المجتمع جزء كبير جدا فانا هواجهه ازاي انا هحارب الفكر ده ازاي انا هحارب الجهل ده ازاي الا بالفن فده هم عايزين بالعكس كل الابداع يوجه ليهم وكل المبدعين يوجهوا مجهودهم لما تقولي احارب ازاي على طول احنا هنا دخلنا الدوله تمام لان المنوط بيها انها تهتم بده يبقى هي الدوله يبقى زين ايه لو موجود مجموعه من المبدعين المسرحيين في قريه في مركز ولقينا ليهم محاوله على الدوله انها تقف جنبهم علشان توجههم صح ويتوجه المجتمع صح ده اللي حضرتك بتقوله احنا عايزين بقى الجيل الجديد ايه رايك بقى الجيل الجديد هو اللي يوجه بقى امكانياته ومواهبه اماكن كتير محتاجه منا مجهود فننا يوجه ليها لو عمل تطوعي بس مش كل الشباب عنده فكره مثلا عمل التطوعي صح ولا انا شايفه انتوا جيل مختلف انا شايفه ان الجيل بتاعنا اللي انا بشوفه في الجامعات لا بالعكس ان كل واحد بيتعب وعايز يتطور في مجاله اللي هو يتخصص فيه وحبه وانا شايفه ان افضل مكان يطلع نتاج كويس جدا من الجيل ده هي الجامعات لان معظم الوقت اللي بيقضيه اي طالب او اي شاب هي الجامعه فالجامعه ممكن تستغل الوقت دوت الجامعه وبعد الجامعه احنا مثلا جيل الخدمه العامه كانت ده لازم شيء اساسي فانتوا برضو يعني الجيل ده محتاج ان هو يقدم الخدمه عندنا دلوقتي الخدمه العامه او مثلا ان انت تتطوعي في عمل خيري او ما الى ذلك كل ده مش عندكم الثقافه دي ايوه بس دي منوطه تحت ان هي شهاده بتاخديها عشان تشتغلي بيها مش معموله كحب لا انا بتكلم بقى تبني الفكر ده هبنلاقيه في المجتمعات مثلا الغربيه ما للاسف موجود ما قابلتش للاسف كتير جدا لكن عندكم لا ده دي صراحه منك يعني في الجيل بتاعكم وقتكم رايح لاي حاجه غير ان انا ممكن اتطوع اعمل ايه اخدم بلدي ازاي الجيل ده صعب وفعلا مادي جيل مادي فبالتالي اي شاب او شابه بيبحث ان هو عايز يدخل مجال عملي عشان يشتغل ويكسب راتب كويس ويعيش كويس فاللي بيفكر بقى في الفن او ما الى ذلك الفن بقى ده موضوع تاني كمان يعني انا بفكر الفن لو انا هبدا حياتي كفنانه زيك مثلا انت عندك ميول في الكتابه طب ما انا اوجه وانا خصوصا في بدايه حياتي كل مجهودي وبدايتي للاماكن وللناس اللي محتاجه سواء الناس دول حواليا سواء الناس دول بقى في اماكن بعيده انا ما بخلش لا بمجهودي ولا بوقتي لان هم دول اللي محتاجين لي ولا انت شايف ايه لا هو انا شايفه التغيير هيبدا بيهم بالظبط احنا هو ده مش هنتكلم يعني على جيلنا ولا جيل في السن ده حضرتك احنا كنا بنعمل ايه في الابداع بتاعنا بنعمله في اي مجال يعني احنا في القريه انا عملت حفلات عملنا مسرح وبرده في السامر يعني على الارض كده وحلقه عملنا مسرح جبنا اللي هي العربيه بتاعت الجرار الزراعي ده اللي بيشدها اللي بيحطوا فيها الحاجه دي وعملناها ستيج وعملنا فيها مسرح يعني ما نقولش قله امكانيات انتوا باقل حاجه عملتوا عرض وعملنا كمان بمجهودنا الذاتي وانا اذكر كل واحد طلع 20 جنيه وكده وفي وقت كانت 20 جنيه في دي كبيره قوي وعملنا دوره رياضيه وجبنا ناس من بره وناس من وزاره الشباب واقنعنا حد مننا من البلد يعني بمساحة تبرع لمركز الشباب وعملنا مركز الشباب في الفترة دي احنا كشباب رياضة عملنا انا وفي الوقت ده ما كنتش بمارس رياضة ولكن انا اذكر ان انا نزلت كان في رمضان الاسماعيلية عشان احنا الشرقية مخصوص جبت الكاس اللي هي الولاد هي اللي هيكسب الماتش وانا كنت على الجانب الاخر بعمل مجموعات مجموعة مسرحية وليالي هنا وبتاع علشان لما نجيب ضيف ويتفرج على الشباب ده كله يقول فعلا قررت وزارة الشباب والرياضة أن يكون في مركز شباب هنا في القرية دي
مش زي مراكز الشباب الموجوده دلوقتي اللي هي اسم. ما هي ما هو هي اسم، لكن هو فعليا يعني مش كلها. اسم دلوقتي ده موضوع يرجع لحاجات كتيره جدا جدا أي. جدا يعني هو موجود مركز الشباب دلوقتي وموجود قطعه ارض تانية، بس رجع الاهتمام تاني لمراكز الشباب. واحد اللي هي بديل رياضيات. في عندنا فئات كثيره جدا ما عندهاش امكانيه الاشتراك في النوادي بالظبط، فرجعت الدوله تهتم بتهيألي مؤخرا مره اخرى باهميه تعرف وتعترف باهميه مراكز الشباب فعلا انشات في المرحله الحاليه الشباب. فعلا في محاوله لاستعاده يعني استعاده الدوله اللي يعتبر المال المهدر دوت او الامكانيات المهدره دي انها تقوم بواجبها تاني تجاه المجتمع بتاعها. وبالتالي هتلاقي في بعض حركات واهتمام من وزاره الثقافه بقصور الثقافه. في كمان يمكن انا وانا جاي في قناه القاهره في برنامج جميل جدا اسمه القصر. البرنامج دوت مهمته الولاد بتوع قصور الثقافه وابداعهم وانتاجهم، وده شيء كنا بننادي بيه، كنا بننادي بيه ان احنا ندي الضوء شويه للناس دي علشان ناخد بايدها ونشجعها. الشباب لو هنغيره هنغير فكره جدا. مش هنغيره بالخطب، هنغيره بالاهتمام بقصور الثقافه ومراكز بالزبط الشباب بالزبط. أتمنى ونخليها مش اسم أتمنى بس على الورق يعني نفعلها، ان الاهتمام ده يستمر وانه يجيب النتيجه بتاعته المرجوه اللي احنا كنا عايزينها من واحنا جيل قديم. او برضو في التطوع اللي حضرتك ذكرتيه لايمان، انا اذكر ان انا مش بذكر لايمان ده، انا بكلم ايمان ومريم كرمز لجيل ما انا هقول ده برضو علشان افكرهم او اذا كانوا عارفين او اديهم رؤيه ليهم ولزمايلهم. انا برضو في مرحله الجامعه وكانت يعني وصل الموضوع ده بشكل كويس للعظيمه سناء منصور وتعمل برنامج عليه في فتره الجامعه. انا في فتره الصيف برضو لما برجع الشرقيه عملت حاجه محوميه من خلال مركز الشباب اللي احنا عملناه دوت. عملت فيه فصل في الصيف محوميه، واللي اتعلم حقيقي سته، في منهم اتنين خدوا دبلوم بعد الاعدادي يعني دبلوم صناعي، وفي منهم حوالي 20 واحد شبط في انه هو يتعلم القراءه والكتابه. فده العمل التطوعي ده الشباب ده اساس. ايوه الشباب اساس. طيب مريم اشتركي معانا بقى يا مريم اكتر، وعايزه اقدمك للمشاهد اكتر، المشاهد يعرفك اكتر. يعني عرفت عن ايمان مثلا ان هي عندها ميول في الكتابه، انت بالنسبه لك الادب بعيد عنه ولا لا؟ اوكي مثلا ادب، بس افضل اكتر الشعر. يعني كتاب بابي الاخير بتاع دموع الناس يعني كان اكتر كتاب بحب اقراه عشان في شعر. انت بتفضلي الشعر؟ مريم كمان كلها تمام. افاجئك واقول لك عايز اسمع طيب اي شعر سواء انت كاتباه او الشعر تحبي تلقيه. لا انا مش كتبت تلقيه حتى، ما جربتش، عندي موهبه لكده بس احب اقراه. تحبي قراءه الشعر تستمتعي بيه؟ ايه نوع الشعر اللي بتحبيه لبابا؟ ايه اكتر حاجه من كتاباته حبيتيها؟ هو الشعر اللي هو دموع الناس، وكانت ديوان قصيد دموع الناس يعني. ديوان دموع الناس. طب احنا ما استفدناش بالشعر، انا هرجع لك في القصه دي. وكان اكتر حاجه القصيده بتاعت عبد الله، كانت مخصصه لي اخويا، فكانت عجباني اكتر، حسيتها اكتر. انت عملت قصيده، كتبت قصيده لعبد الله بالتحديد وباقي الولاد فين بقى؟ يعني عنده ظروف مرضيه كده معينه، فانا كتبت عنده قصيده، فهي اكيد لازم تحسها لانه طبعا يعني اكيد انا يهمني اكتر كتابك ارجع له مره تانية. هو ده اللي يهمني، هو ده اللي مرتبط بالبرنامج اللي انا بعتز بيه. برنامج بيت العيله جه في وقت يعني انا شايفه ان هو وقت كانت الدراما كلها بتطلع الزوج والزوجه والمراه المصريه والعلاقات الاسريه حاجه كده مشوهه مسخ مش حقيقه يعني، حتى لو في سلبيات طبعا موجوده، وكان كان المجتمع كله المصري ما فيهوش غير هذا المسخ. فاحنا قدمنا نماذج، قلنا هي دي الاسر المصريه، هي دي الام اللي بتتعب وبتربي، هو ده الاب اللي بيتعب الواعي المثقف اللي بيشتغل وبيشوف نفسه وولاده عنده برضو درجه اولى. قدمنا مواهب عند الولاد. الكتاب اللي حضرتك كاتبه ده عن الاسره ده صميم برنامج وفكره البرنامج، الاسره بين الادراك العاطفي والتوافق الحسي. ف ايه مشكله الاسره المصريه دلوقتي؟ يعني لو احنا حاولنا نحط ايدينا على الجرح في الفن والمسرح والمجتمع المصري ككله ما اصابه من تشوهات،
عايزه بقى بصفه خاصه، ايه المشكله الاساسيه اللي بتواجهها الاسره المصريه؟ هل شغل الام؟ هل سفر الاب للخارج وسعي ورا لقمه العيش؟ الجيل المادي؟ ايه المشكله فين؟ هو حركه الحياه كلها لما بتستوعب ما بيبقاش فيها اي مشكله خالص. يعني انا لو انا زوجه وحكم ظروفي المجتمعيه والعصريه ان انا اشتغل برضو ست بيت زي ما تعود عليها المجتمع المصري، ست بيت اللي تعود عليها المجتمع المصري هي لازم هي اللي تطبخ ولازم هي تروق البيت ولازم هي اللي تشوف مصالح الولاد وكده، وبعدين تيجي تشتغل تاني بره، وفي تفاهم ووعي بين الطرفين ما بيبقاش في مشكله. لما يكون الزوج برضو اضطرت الظروف ان هو يسافر بره ويسيبها هي قايمه بالدور كله، وفي وعي وفي تفاهم بينهم ما فيش اي مشكله، سواء الزوجه ما بتعملش اي حاجه خالص ولا قدر الله مريضه، الزوج بيعمل حاجه بيبقى هو ست البيت وهو رب البيت ما فيش مشكله. يعني افهم من كده ان المشكله اهم حاجه التوافق بالظبط كده، التوافق والتفاهم والوعي بالظبط كده بالظبط كده، ده الاساس. وهنرجع للمشكله الاساسيه اللي هي اثرت فينا كمجتمع في كل حاجه، اهتمامنا وقياس كل شيء بالماده، اهتمامنا بالنواحي الماديه وقياس كل شيء بالماده. لا، مش كل شيء يقاس بالماده، لان في اشياء اغلى بكتير جدا جدا من الماده. يعني مش كل شيء بالبلدي كده، مش كل شيء يتحسب بالفلوس، يا ريت نفهم كده، في اشياء اغلى من الفلوس. ولما بنقول رزق مش شرط يعني بنقصد الفلوس، الرزق لا، الرزق حاجات كتير، حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا. وهو يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الحمد لله رب العالمين، محدش يعني يفتكرني مع الحكومه ولا حاجه يعني. لا، هو في تطور، في حركه، في ما هو افضل للمجتمع المصري، يعني رفاهيه يعني، من 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 فتره قبل كده. انا ما اقيسش المجتمع المصري بمجتمع غير مصري، انا اقيس المجتمع المصري بيه، بحركه تطوره. هو بيتخطى مراحل، صحيح ممكن المراحل اللي بتخطاها دي بتبقى احنا مثلا بنخدت خطوه، في ناس تانية بتكون الخطوه دي بتساوي 10 و20 و30، لكن احنا في النهايه بنخط خطوه وعندنا امل الخطوه دي تكبر وتبقى خطوتين ثلاثه ونوصل للي خطى قبلنا الخطوه بتاعته بقت 10 و20. لكن لما نيجي نعلق مشاكلنا على شماعات مش مظبوطه، فاحنا بس بنلفت النظر ان المستوى المعيشي للمواطن المصري اكيد اختلف عن 50 سنة فاتوا، عن 20 سنة فاتوا، عن 30 سنة فاتوا. للأحسن يعني ولا الأوحش؟ اختلف، لا، هو ممارسته في حياته هو اللي خلاها أوحش، إنما بشكل عام للأحسن. طيب. بشكل عام للأحسن. بشكر حضرتك أستاذ نجدي عبد الله والأسرة الجميلة اللي كنت أتمنى إن أنا أتعرف بكل أفرادها. وبشكر مشاهدينا أيضا على متابعتهم لينا، وإلى اللقاء إن شاء الله مع أسرة جديدة وحلقة جديدة من بيت العيلة.